مساء التفاؤل، مساء البداية، أيا كان عمرنا قد إيه وإحنا عايزين إيه وعايشين ليه، وهنبتدي مع بعض من النهاردة. ليه بقول لكم الكلام ده النهاردة؟ أولا عشان النهاردة الخميس، والخميس يعني فيون كابوبيون، يعني التميز. الفقرة دي حقيقي احنا لسه كنا قبل ما نبدأ عمالين في كواليس حلوة جدا كانت قبل الحلقة، وطبعا انتوا عارفين ان انا بحب اشارككم فيها. حقيقي في كم طاقة في القعدة دي، يعني يا رب يقدر يوصل لكل حد بيتفرج علينا، وتقدر كل واحدة وكل واحد يبتدي معانا من النهاردة. الفقرة دي فيها هدفين، فيها هدف اللي لسه ما ابتداش يبتدي معانا، وفيها هدف سامي جدا هنقوله في اخر فقرتنا النهارده. مش عايزه بقى اتكلم كتير عشان اسيب لهم فرصه ان هم يتكلموا. احنا النهارده معانا اكبر فريق مكسر الدنيا، فريق كوني معلمه. هنرحب بيه دلوقتي فرد فرد. معانا دكتوره عبير، دكتوره نهى، دكتوره ساره، ومنوره الدنيا ماما ندى. حبيبتي يا رب. الاول دكتور عبير، ممكن تعرفي بس الناس بيكي؟ انا استشاري تربيه خاصه عبير حمدي زويل، طبعا مديرة أكاديمية زويل للتخاطب وتنمية المهارات. جميل جدا، أهلا بيكي. معانا دكتورة نهى. نهى أحمد مصطفى، مدرب حساب ذهني معتمد، وعاملة فكرة جديدة كده شوية. فكرة مكارة مش فكرة جديدة. دكتور سارة. سارة سالم، مدربة فونكس، وأتشرف إن أنا عضو من أعضاء دبلومة كوني معلمة. احنا مبسوطين ان انت معانا النهارده. وطبعا معانا ماما ندى، يعني صديقه القناه وصديقه الجمهور. احنا من اول ما نزلنا طبعا التنويه ان ماما ندى مع فيون كابوبيون، الدنيا اتقلبت. ميكس، عارفه؟ ميكس حلو. هو ده الخطه اللي احنا كنا بنفكر فيها. ميكس حلو. طبعا انا معروفه بندى الكردي، طبعا معلمه اطفال عربي، وطبعا ماما ندى يعني ده الاكتر واحب الحاجه لقلبي، طبعا من فريق، واتشرف ان انا اكون من فريق كوني معلم. طيب بما انك انت من فريق كوني معلمه، انتوا فاضل لكم فرد كمان هو مش موجود معانا النهارده للاسف. موجود معانا مين؟ معانا مهندسه نسمه مصطفى. مهندسه نسمه هي الفرد الخامس، بس طبعا احنا بتعتذر ان الظروف خارجه عن ارادتها، وهي احنا الفريق مكون من 5 افراد. حلو، عشان الحسد. يوم خميس الحمد لله. طيب في عجاله، فهميني يعني ايه كوني معلمه؟ طب تمام، بصي يا مروه، كوني معلمة دي عبارة عن أنا بوجهها للأم اللي قاعدة في البيت. دلوقتي إحنا كلنا بنعاني من المدرسين، ابني مش فاهم الميس، ابني في مشكلة، ابني مش عارف يستوعب. فببتدي كوني معلمة، أنت تقدري وأنت أم في بيتك تكوني معلمة. أنت لسه متخرجة من الكلية ومش لاقية مجال للعمل، تقدري تكوني معلمة. عايزة أفتح مشروع لنفسي ومش عارفة أفتح مشروع إيه. فإحنا بما إننا بنات أو ستات بنحب قوي إن إحنا في مجال الأطفال وبنقدر عندنا طول البال، فممكن أفتح مشروع. لو أنت بتفكري تفتحي مشروع حضانة، كوني معلمة. لو أنت أصلا صاحبة حضانة، فأنت مديرة حضانة لازم تكوني فاهمة وملمة بالستاف اللي تحت إيدك دوت بيدي إيه ولا بيعمل إيه. كوني معلمة دي نقدر نقولها لخريج التربية، أي خريج تربية، لأي حد يقدر عايزة تتؤهل لسوق العمل. فده كوني معلمة. إحنا كفريق بنأهلك تبقي معلمة شاملة. جميل جدا. باختصار الفريق بقى اللي انت بتتكلمي عليه ده، اخترتوا بعض ازاي؟ عشان يعني انت بصي الاسامي بالبوزيشن، يعني انا بما اني عارفه الكاست طبعا والفريق اللي موجود معانا النهارده، طبعا اسكندريه اكيد انتوا مكسرين الدنيا فيها. معانا كمان في المؤتمرات وفي في حاجات كتير انتوا متواجدين وعاملين اسم وبصمه. ازاي اخترتوا بعض؟ اخد من كلامك بقى يا مروه اللي انت قلتيه، ان احنا اخترنا كفريق فاهم بعضه قوي، وعامل اسم وبصمه. أيوة. عشان بصي ان انت تاخدي ثقه الناس دي مش بسهوله. فانت عشان لما اقول لك انت كوني معلمه، ما انا هاخد الكلام ده من مين؟ من فلان وفلان وفلان. فقررنا ان احنا نبقى قوى كبيره ان شاء الله، يعني وتكون مؤثره ان شاء الله، وان شاء الله خارجين اول دفعه بتاعتنا هتبقى هنا معانا في البرنامج ان شاء الله. اكيد طبعا لازم نعرف منهم اتعلموا ايه وبداوا ايه. معانا حته صغيره فيديو معانا كده، فيديو هنتفرج عليه في اخر ان شاء الله. طيب نروح بقى لدكتور عبير. انا كواحده متدربه عندك هطلع من كوني معلمه ايه؟ يعني ايه اللي انا هستفيده؟ ايه اللي هيضيف لي؟ يعني هحس ان انا حققت ايه في كوني معلم؟ بصي، هو في دبلومه كوني معلمه هي في الاول هي دعوه للعمل لكل سيده وكل خريجه وكل فتاه عايزه تنزل سوق العمل تشتغل وتحسن دخلها. احنا لما فكرنا بحكم شغلنا، احنا بنختلط بامهات كتير وبفتيات كتير، فاحنا بحكم شغلنا نشلنا صح، عرفنا ان سوق الحضانات وسوق المدارس هو ده السوق اللي احنا نقدر نشتغل عليه. بالظبط. طيب
ده من هنا كان محتوى الدبلومه بتاعتنا. محتوى الدبلومه بتاعتنا عباره عن 6 كورسات، لغه عربيه مع دكتور ندى، لغه انجليزيه مع دكتور ساره، حساب ذهني مع دكتور نهى. كده احنا بنتعامل مع اطفال وامهات، اكيد هتقابلنا مشاكل. كان لازم ندخل التربيه الخاصه عشان نغلف شغل الاكاديمي، فدخلت انا بتعديل السلوك. كان لازم بعد ما اشوف ان احنا معانا اكاديمي ومعانا تعديل سلوك نكمل الباقة شويه وندخل شغل تربيه خاصه كمان، تخاطب وتنميه مهارات. بس ندخله ازاي؟ دخلناه عن طريق كورس شادو تيتشر. شادو تيتشر بعد دمج الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه بالمدارس وبعد السماح للام انها تصبح الشادو لابنها، كان لازم ان احنا نهيئ الام لده ونهيئ كل واحده عايزه تشتغل شادو تيتشر للوظيفه دي وتنزل بقوه وكفاءه. فضل كده طيب انا مش عايزه اشتغل مع حد، انا عايزه اعمل مشروع. وكانت هنا الباشمهندسه نسمه مصطفى تقدم لنا الكورس اداره مشروعات وحضانات. وغير كده كمان ان احنا كنا مش بس بنعلمهم، لا احنا بنوفر لهم كمان وظائف بقدر المستطاع. بجد يعني فكره هتكوني من كوني معلمة. انا كمان ممكن نزود فكرة اعلان احنا وانا معاكم. الدفعه الثانيه لسه ما كملتش، انضم ليها ان شاء الله. ان شاء الله. طيب لا انا هروح لساره وبعدين اجي لك عشان هنا في حاجات مكاره كتير. ساره كل ام او كل بنت عدت مرحله الدراسه الانجليش اتنسى، حسيت ان انا خلاص ده كان انا ازاي كنت شاطره وانا كنت المفروض بتكلم كويس جدا ونسيت. طبعا ده بحكم ان احنا ايه مش بنمارس اللغه الانجليش في حياتنا الطبيعيه والا بنبقى اسمنا معوجين. اوكي فالمفروض ان انت بيبقى الام جايه لك عندها حاله من الرعب والفزع، انا ايه ده هراجع انجليش من الاول تاني، او لو هي اصلا مش دارسه. تمام. انت بتبقى دي مسؤوليه جامده جدا عليك، يعني ممكن التخصصات كل تخصص في طبعا جزء من المجهود وكل حاجه، بس ده اظن مجهود مع ياس مع رعب. الامهات بتبقى جايه يعني يائسه خالص وتماما، ان هي يعني انا هتعلم يعني انا هعرف اقرا. انا برد عليهم برد بسيط جدا. اذا كنت انا قدرت ان انا اعلم طفل عنده 4 سنين ان هو يقدر يقرا ستوري كامله بالانجلش، يبقى حضرتك هتقدري تعملي دوت. لان طبيعي الطريقه بتاعه الشرح بتاعه الطفل الاربع سنين اكيد حضرتك هتفهميها. انا ببسط المعلومه باقصى درجات البساطه وابدا من الاول خالص معاهم من A to Z عشان يقدروا يوصلوا ان هم يبقوا قادرين ان هم ينطقوا كل كلمه بمنطق صح وعلى اساس، مش بينطقوا بس صح كمان. طبعا مش بنطق بس، هو نطق وفعل. ما ناخد من دوت بقى يا مروه المفروض نوجهه بس للاستاذه ساره. طب انت دلوقتي اي واحده خريجه او ام قالت لك طب ما اتعلمت انجلش، انت جايه تعلميني انجلش دلوقتي. انا اتعلمت انجلش، ايه الفرق اللي هي اتعلمته واللي هتتعلمه دلوقتي؟ بالظبط. هي الفكره كلها ان احنا بنشتغل على حاجه اسمها فونكس. الفونكس ده هو علم الصوتيات، مش ساره المخترعاه ولا اي حد مخترعه، هو علم بيدرس في الجامعات، ولكن احنا بنديه بشكل مبسط جدا. حضرتك هتبقي عارفه انت بتنطقي دي هنا ليه وعشان ايه. زي ما بنبني عماره بتحطي الاساس بتاعها وتبدا العماره تطلع معاكي واحده واحده. فانت مجرد ما عرفتي ساوند اوف ذا لادر خلاص انت بالنسبه لك كل كلمه موجوده والقواعد ثابته ما بتتغيرش. هتعرفي القاعده، هتعرفي تقري اي كلمه. فانا بطمن كل ام في دبلومه تكوني معلمه وكل معلمه ان هي هتبقى قادره جدا اولا على ان هي تساعد طفلها في القراءه الصحيحه، ثانيا ان هي هتقدر تكتسب خبرات ومهارات تقدر تقيم بيها اي معلمه خلال فتره شغلها، سواء هي مديره حضانه او حتى بتجيب برايفت لطفلها في البيت تقدر تقيم التيتشر كويس. فانا بطمنهم ان شاء الله ان هم هيعرفوا يقروا كويس جدا. اطمنوا. بس هنطلع فاصل صغير وهنرجع لكم تاني عشان نشوف احلى مفاجاه معانا النهارده. طبعا هي كلها مفاجات بس احنا معانا مفاجاه تقيله شويه. الحركة بقى المكارة اللي في الفقرة دي عملت ملكية فكرية
ليه بقى انا كاتبه؟ عشان يعني هي عامله ده صعب قوي، عامله مكريه فكريه دوليه لتدريس الحساب الذهني للصم والمكفوفين، مش للصم والبكم يا مروه، هي قالت لي كده قبل الهوا. فهميني بقى اللي انت عامله. الاول طبعا انا نهى مصطفى، اهلا بيكي طبعا. انا طبعا فرحانه جدا 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 بدبلومه تكوني معلمه. جميل. لان دبلومه تكوني معلمه هتطلع من عندنا، هتطلع ايه بقى؟ هتطلع مدرسه فاهمه، هتطلع مدرسه عارفه هي بتعمل ايه بالظبط، مش هتطلع مدرسه بتدي المعلومه وتخليها صعبه. هي كل اللي هتعمله هتطلع مدرسه بتدي معلومه سهله بسيطه عاديه. فانا فرحانه بالدبلومه، ده نمره واحد. احنا طبعا في الدبلومه انا ليا الجزء بتاع الحساب الذهني، و يعني ببساطة كده الحساب الذهني هو بس اني ما تقولش ان الماس صعب، ما تقولش ان الحساب صعب، تعالى معانا عشان تعرف ان هو سهل. بتحول المتعة يا مروة. تعالى معانا عشان تعرف ان هو احنا بنلعب لعبة، واللعبة دي بنعمل منها منهج، بنعمل منها حساب ذهني. طبعا مش انا اللي مبتكرة ومش انا اللي مخترعة ولا ده خالص، هو منهج انا اتعلمته، بس انتماءاتي خلتني اوصل للناس اللي انا بحبهم قوي. وطبعا الفئة اللي انا بحبها هم عارفين طبعا، واكيد هم شايفيني دلوقتي، فئة الصم وفئة المكفوفين. فانا بقول لهم ان الفريق بتاع كوني معلمه ده هيساعد كل اصم وهيساعد كل مكفوف، هيطلع مدرس فاهم، مدرس بيوصل المعلومه، مدرس فعلا عايز يساعد، مش عايز حاجه تانية، ما عندوش اي حاجه غير ان هو محتاج ان هو يساعدكم، هو اللي محتاج مش الاصم او المكفوف اللي محتاج، احنا اللي محتاجين ان احنا نساعدهم، احنا اللي محتاجين ان احنا نبروز الصوره دي ونشوف ايه الموضوع. طبعا الحساب الذهني بيعتمد على ده، ده العداد. ايوه المفروض ده العداد المستخدم في الحساب الذهني. احنا لما قلنا ان احنا هنعلم المكفوفين حساب ذهني، في جهات كتيره رفضت، مع ان احنا لو جينا للاصل بتاع الموضوع ان هما بيستلموا زيه في المدرسه. مدارس النور بتسلم عداد او بيشتروا عداد، العداد ده شبه ده، نفس الفكره، بس الفرق ان هو بيبقى ليه حاجه من هنا عشان الخرز ما يبقاش بيجري. اوكي. فيبقى احنا ما اضفناش حاجه، هو بس كان كل الموضوع ان عايزين قلب جامد عشان يقدر يدخل، عشان يقدر يخترق. بالنسبه للصم، طبعا احنا بنتكلم مع الصم وبنتكلم مع المكفوفين ما عندهمش اي مشكله عقليه. انا ما بتكلمش مع اعاقات عقليه، عقله كويس جدا. طب ليه انت ما تشاركش؟ طب ليه انت ما تتعلمش؟ فاحنا دخلنا جمعيتين في اسكندريه قبلوا بالفكره ورحبوا بيها جدا، ودخلت وجربت وبقى معايا شريحه كويسه بشتغل عليها، ونزلت بيهم مسابقه، المسابقه نزل بيها مكفوفين ونزل بيها صم، وكانت النتيجه مرضيه جدا بالنسبه لي وبالنسبه لهم. ده في الجزء بس اللي اتدربنا عليه، ما بالك لو كبرنا الموضوع. طب تعالي بقى نشوف احنا اتعلمنا ايه منهم، مش احنا علمناهم، هم اللي ساعدونا. جميل. هم اللي ساعدونا. جميل. ساعدونا في ايه؟ اني انا بقيت اخد، انت مثلا مكفوف حاسه السمع عندك هي اللي قويه، طب ما يلا بينا نشوف بقيه الاطفال، يلا انا هشغلك بودانك، انا هشغلك بعينيك، انا هشغلك بايديك. فبقت النتيجه من الاطفال اللي هم الطلبه بتوعي، النتيجه بقت مهوله. لسه احنا كل ده ما استخدمناش هنا طبعا، هم بيشتغلوا بصوابع ايديهم بس. طب انا جبت شغل صوابع الايد ده منين؟ من الصم. عشان احنا بنشتغل اشاره مع بعض على طول. طب انا جبت ان انا اشتغل ودنك كتير منين؟ من المكفوفين. فكده مين فيهم اللي ساعد؟ احنا اللي ساعدناهم ولا هم اللي ساعدونا؟ صح، هم اللي قدموا لنا المساعده. لما رحت الوزاره طبعا استقبلوني استقبال كويس جدا جدا. أكيد. جدا. وكان الموضوع اني احفظي حقوقك الملكيه الاول. بالظبط. فبدات اعمل الملكيه الفكريه بتدريس منهج الحساب الذهني للصم والمكفوفين. جميل. بطريقه العداد طبعا وبطريقه الاصابع. خدت وترجمت اشاره، خدت وترجمت برايل، واتعمل منهج. برافو عليك. بجد بجد جميل يعني. هنرجع تاني لماما ندى بقى، وهتقول لنا الهدف العام، الخطه المستقبليه لكوني معلمه. كوني معلمه. طيب احنا قلنا دلوقتي في مشكله بتواجه في المدارس، زي ما قلنا المناهج ومشكله المناهج، وطبعا اكيد غير ما احنا اتعلمنا خالص. فدلوقتي كل الفزاعه وكل المشاكل حتى اللي بتيجي للدكتور عبير، النفسيه للاطفال وكل المشاكل اللي بتواجهها الاسره، التعليم. جميل. فاحنا نيجي بقى عند الحته دي ونبتدي نعالجها بطريقه سهله زي ما دكتور نهى قالت، بطريقه بسيطه جدا. احنا بنخليكي كل ام او كل اسره تشيلي العبء ده من عليها. هدفنا انت كأم تقدري تتواصلي مع اولادك خلاص، ما تقعديش تصوتي لي بقى وتقولي لي المدرسين ومش المدرسين، كده جنب المدرسين خالص، كده جنب المدرسه خالص. تقدري تتواكبي مع مناهج العصر. بالزبط. يعني وده اللي بنحط تحتي مليون خط، بيقدر طفلك يقرا ويكتب في اقل وقت ممكن،
باختصار كوني معلمه هو الحمد لله انجاز بنخلي المعلمه دي حاجه ثانيه خالص. شكرا ليكي يا نعم. ماما ندى وبجد مبسوطه ان انت معانا النهارده واكيد هتكوني معانا في كل حلقه باذن الله. اخر حاجه واخر مفاجاه الفقره دي عاملاها دلوقتي، اعلنوا انضمامهم لمبادره ابني اقوى لمساعده كل الاطفال اللي عندهم اي مشاكل في ابني اقوى، ان كان التوحد، ان كان فرط حركه، ان كان ايا كان هم محتاجين لايه. هيعملوا ورش تقدروا تنزلوا فيها وده مجانا للغير مقتدرين، مفيش اي مشكله خالص. هيبتدوا ننظم الموضوع مع بعض على الجروب بتاع ابني اقوى، ومن دكتور عبير معانا اول حاله واول طفل هنبتدي معاه من الاول خالص هو الطفل هاني عمر، علشان احنا كنا متابعين معاه بقالنا كام يوم، هم متكفلين بالطفل من شتى الجوانب علشان يقدروا يوصلوا بيه لان هو يكون حد زينا جدا، لان هم كلهم اذكياء جدا وهم كمان اذكى مننا، وان شاء الله هيقدروا يبتدوا ويكملوا الطريق اللي هم ماشيين فيه. خلصت فقرتنا للاسف، بس هنطلع نتفرج على فيديو صغير ونرجع لكم تاني فقره حلوه برضو. الدبلومه دي عشان تشتغلي بيها ولا عشان كمربيه ام في البيت؟ بصراحه الاثنين، انا اخدتها عشان خاطر ادخل في مجال الشغل، وبصراحه افادتني جامد جدا في التعامل مع ولادي اصلا، وحسيت ان هي بصراحه بتعالج جوايا حاجات. يعني انا لقيت نفسي لما جيت هنا حبيت المكان، حبيت التيم ورك بتاع الدبلومه، حسيت بنفسي فيها الصراحه. يعني اسال حضرتك جيتي الدبلومه ليه؟ كان قرارك ايه في الاول وانت جايه بتقدمي للدبلومه؟ هي الدبلومه جت معايا صدفه، انا ما كنتش بدور يعني في الوقت دوت على حاجه ان انا اعملها، بس انا لما قريت عن الدبلومه حسيت ان هي هتبقى اضافه ليا. يعني انا كنت بشتغل مثلا بمنهج معين، الدنيا بتتطور، فانا حبيت ان انا اشوف التطور اللي المفروض ان انا اشتغل بيه بعد كده. لقيت فعلا كل المعلومات اللي كانت موجوده عندي لا في تصريح ليها اكتر، في شغل على يعني بطريقه افضل، في محتوى في الدبلومه شامل كل حاجه في السن دوت، بحيث حضرتك جايه مختلفه جدا، حضرتك صاحبه حضانه، فايه اللي خلاكي كانت صاحبه حضانه اصلا ومعلمه اخترتي تكوني معلمه وجيتي ودفعتي عشان تيجي تحضري الدبلومه دي؟ الدبلومه شامله حاجات كتير بصراحه. انا عندي حضانه وام وبيان وفونكس وكل حاجه، بس بقول برضو لازم اقتنع عندي السن دوت هيفيدني اكيد. شركة تنشر جديد عليا خالص طبعا، قلت برضو نستفيد بيه. حضرتك شايفه ان المعلم لازم يكون ملم بجميع المواد، يعني لازم يتخصص في حاجه واحده، ولا من الضروريات دلوقتي ان يلم بكل حاجه؟ من الضروره جدا المعلم يخرج عن اطار المعلم كشكول وماده واحده والاطار ده، وخاصه في رياض اطفال، مجال رياض اطفال لازم يكون ملم بكل جوانب تعديل سلوك. Thank you.
كلنا عارفين الفترة اللي فاتت طالعة بقالها موضة بقالها كتير شويتين، وبدأت ناس تتميز فيها جدا وناس تدخل فيها وناس ما تنجحش فيها وناس يحصل عندها مشاكل، اللي هي موضة الحواجب. بمعنى صح النهاردة وفي فقرتنا دي هنتكلم عن المايكرو بليدنج. المشكلة بقى والموضوع اللي جاب ريهام فريد معانا النهاردة ان هي خبيرة مايكرو بليدنج معتمدة. يعني ايه؟ اهلا بيك الاول ومنورانا. ربنا يخليك. بصي، هو معتمده دي ان انا كنت دايما بحب ان انا اي حاجه اشتغل فيها لازم اكون درساها كويس، بدور على احسن اكاديمي تكون بتديكي الشهاده بتاعتك وتكون معتمده، بحيث ان انت تبقي يعني ده شغل يعني بتشتغلي في وش ناس يعني بالظبط بني ادمين. والله لو يعني كل واحده فيكوا في الناس كلها بتفكر بنفس المبدا ده والله يعني حتبقى لازم ببقى يعني حتى قبل ما اشتغل في اي حاجه لازم ابقى واثقه في نفسي تمام الثقه ان انا هشتغل في وش بني ادم. انا بكنام وانا واثقه في ده مذهبنا في البرنامج يا جماعه. بالظبط. فانا بقول لك انا زمان كنت اوريدي بشتغل في الفاشن في شركات عالميه يعني، فطبعا علمونا ان احنا لازم والله واضح الكاركتر والستايل وكل حاجه يعني. بس فعلمونا دايما ان احنا كل حاجه تكون درسناها، حتى الكاستمر لما يدخل لما يطلع اي حاجه، حتى انا في المايكرو بليدنج دلوقتي الكلاينت لما تيجي عندي بتبقى جايه كلينيك مش جايه تعمل مايكرو بليدنج. انا اخده بالي بقى انت هتقولي لي دلوقتي ستيب باي ستيب. اوكي. اول انا كلاينت وجايه لك المكان بتاعك هتعملي لي ايه؟ بصي، انا عندي اصلا لما بتيجي الكلاينت اوريدي بتبعت لي صوره للحواجب بتاعتها قبل ما نكون بنتكلم قبلها، ان انا اشوف الشكل ادرسه انا كريهام اشوف هعمل معاها ايه او اشوف ابعادها ايه. حلو. اوكي. حتى يعني في ناس بيبعتوا لي ان هم عاملين وعندهم مشاكل. دي هنتكلم بعدين كتير قوي دول. انما الطبيعي ان انا يعني بقول لها تبعتي لي صوره حواجبك تكون واضحه اشوف انا هعمل فيها ايه. حلو. بتاخد معايا ميعاد، بتيجي عندي الكلينيك، بتقوم في زي ورقه كده المفروض ان هي زي يعني بتمضي ان انت ما عندكيش حساسيه من اي حاجه. جميل. يعني تكون ما عندكيش ضغط سكر، الحاجات اللي هي مش حامل طبعا لانه ممنوع ان انا اعمل لاي واحده حامل. والله طب دي معلومه مهمه جدا. لا يعني ممنوع الحوامل طبعا. بالنسبه في امراض برده معينه ما ينفعش اعمل لها، وهي بتاخد مثلا زي اللي هم عندهم الكانسر ما اقدرش اعمل لها طول ما هي بتاخد العلاج. أوكي. بعد ما تخلص العلاج خالص بعد 6 شهور تقدر تعمل مايكرو بليدنج. ولازم يكون باذن الدكتور ولازم يكون معاها عدم ممانعه. عدم ممانعه من الدكتور اللي بيعالج. يعني ايه معلش؟ يعني مش ممنوعه تماما من كده. هي حلو. يعني لازم تبقى الدكتور عارف انها رايحه تعمل. والله العظيم انت جميله. والله يعني مش اي شغل واي بزنس وخلاص. انا ما يهمنيش، انا اصلا في يعني في الاكاديمي اللي علمونا انه يعني مش لازم نعمل شغل كتير بس لازم نعمل شغل متقن يعني. لازم تبقى واحده ماشيه عارفه هي. انت اخذتي الكورس ده فين؟ في اكاديمي. في اكاديمي دي انترناشونال اكاديمي، طبعا لو دخلت ناس عملوا عليها ريسيرش يعرفوا ان انا خريجه في برو ارتست. المفروض ان انا باخد الكورس ده 48 ساعه بس ما بيدونيش الشهاده الا لما اعدي 12 ليفل، وال 12 ليفل 12 مرحله في خلال 6 شهور. فبعد ما بعدي 6 شهور دول بيدوكي الشهاده. في ناس بتدخل وما بتاخدش الشهاده، في ناس بتاخدها وتمام يعني. اللي بيدرسوا لكم مين بقى؟ اجانب. واضح. اقسم بالله. والله العظيم يعني بصي انا بسال السؤال عشان اقول لنفسي ان انا شاطره بس مش اكتر. روسيا وروسيا ويعني كل وفي في لندن وفي في يعني كل اصل ثقافه انك تبقي بتشتغلي علشان تنجحي علشان تطلعي حاجه حلوه مش تبقي مكسب ومش تبقي. لا. دي مش موجوده كتير. بالظبط. انا مش بدور على دي. فلازم يكون اللي اداكي المعلومات نفس بالظبط فوصلني. بالظبط. هو ده. وحتى هم بيبقوا عارفين الشخصيه اللي قدامهم عشان كده ممكن يدوا شهاده لحد وممكن ما يدوش شهاده لحد. اوكي. يعني مش اي حد بيعدي التيست بسهوله. لا يعني. ما هو بحواجبك دي لازم تعدي التيست يعني. حواجبها يا جماعه انتوا مش شايفين قوي يعني ممكن. المشكله ان هي عامله لنفسها دي بقى. بصوا يعني انا ما شفتش كده. والله انا وانت بتتوجعي كده وانت قدرتي تكملي؟ انا ما خدتش بنج لنفسي يعني. لا. ما حطيتش بنج لنفسي. بتهزري؟ يعني في ازاي يعني ما يعني انا قادره بتوجع ومستحمله. في ناس حموله الحمد لله. عقبالي يا رب. قول ورايا امين يا جماعه. كل اللي بيحبني يقول ورايا امين. فبقول لك انه انا حتى الانستراكتور بتاعتي او المشرفه عليا او المديره بتاعتي استغربت جدا ان انا عملت. ما هو فعلا عملت لنفسي في الدنيا يعمل كده. بالظبط. فبقول لك لما بتيجي عندي بتاخدي الاول بتمضي لي الورق ده وتمام مفيش اي مشاكل مفيش اي امراض من اللي احنا اتفقنا عليها، بتدخل تاخد
اول سيشن. اوكي اول سيشن دي طبعا مش ده اللي طبعا صور عليك. شغلك معانا على الهوا بقى تحكم طبعا على ربنا يخليكي تسلم ايدك. فبقول لك انه الاول سيشن دي مش بنعتمد عليها النتيجه النهائيه لانه لازم السكند سيشن او أوكي. المرحله الثانيه دي بتبقى بعد شهر من اول واحده. حلو. انما اول واحده دي باخد فيها القياسات طبعا ككلاينت ما بتتدخليش في موضوع القياسات خالص. جميل. يعني انت كل واحد فينا عنده العظم بتاع وشه مختلف عن التاني طبعا. طبعا باخد القياسات هم ست نقط في الحواجب نفسهم لازم انا اللي باخدهم. اوكي. الكلاينت بقى تقدر تحدد ايه ولا ليا كام نقطه الكلاينت بتاعتي تقدر تتدخل في الكالر اكيد لا الكالر ملوش دعوه انا اللي برضو اللي بختار برضو تقدر السمك. اوكي. ال السمك مثلا لو عايزه في ناس ما بتحبش الحرف الثمانيه طبعا في ناس بتحبها مدوره في ناس بتحبها ده ممكن اوكي لكن النقط ده ممكن تسمحي لكن غير كده ما نتعداش حدودنا. لا حلو خالص. بصي احنا عاده ما بنستعملش اللون الاسود خالص لان اللون الاسود بيبقى زي التاتو شويه وفي ناس يعني متبهدلين بموضوع بالزبط الاسود ده بالزبط هنا في مصر بالذات ممكن نخليه حتى لو عايزه غامق دارك براون يعني ناخد هو الدارك براون ده اللي منتشر في مصر عاده يعني في اقل منه كتير طبعا بس طبعا في مصر معظم الناس شعرهم غامق أوكي. فمش معنى ان انت صبغه شعرك اصفر انا المفروض اعمل لك شعرك صفرا يعني لا ما ينفعش تبقى تحفه بقى بتبقى بتجنن دي نور على طول لا ما احنا ساعات بتلاقي كده حاجات تبقي مش عارفه جابت الفكره منين ما هي دي بيجي لي حالات صعبه جدا على فكره طب ما تقولي لنا شويه غلطات كده بتقابليها بصي انا برضو لسه كانت عندي واحده معمول لها برضو مايكرو بليدنج بس اللون كان اسود فطبعا قلب على زي التاتو كده ودخل جوه الاعماق شويه كده على زراق وداخل جوه يعني ما كانتش بالراحه على يعني ان المايكرو بليدنج المفروض ان هو بيبقى على الطبقه الثانيه من الجلد انما التاتو بيدخل الرابع والخامس فطبعا هي زودت شويه فالصبغه دخلت فطبعا حاولت على قد ما اقدر وطبعا انا مش بقبل ان انا اغير شغل حد او ان انا اصلح من شغل حد بس دي يعني كانت سبيشال كيس بالنسبه لي فوافقت فبقول لك دي الكيس الوحيده اللي اقدر اقبلها ساعات وساعات اوكي النكست واحده اللي هي النكست ستيج اللي هي المرحله الثانيه دي بقى بنقدر نحدد منها هتعجبك مش هيعجبك اللون راح من هنا اللون خف من هنا بنظبط كل الالوان بيقعد بعديها من يعني على حسب البشره الجافه بيقعد اكتر من البشره الدهنيه الدهنيه ماكسيموم 6 شهور اقصى مده ممكن يقعد فيها المايكرو بليدنج 6 شهور طب وينفع بعد 6 شهور طبعا تشتغل تيجي تاني مفيش اي مشكله لكن البشره الجافه من سنه لسنه ونص يا بختهم والله بحقد عليكم في كل حاجه الفاونديشن لينا موضوع والحواجب موضوع ما هو البشره الدهنيه ليها مشكله وعلى فكره صعبه بالنسبه لي كشغل والله بس يعني براعيها لان هي بتبقى 6 شهور مأساة بالظبط طب قولي لي الريفيل بقى بتاع الحواجب برضو انت بتنصحي بيه ولا لا ما هو انا لازم اعمل الريفيل ده يعني لازم. في ناس بتكسل لا لازم هو انت هتكسلي هتيجي تقولي لي حواجبي باظت لانه الريدي اللون بيروح فانت لازم تيجي تعملي ده عشان يقضي معاكي سنه او سنه ونص فده لازم ده يعني السكند سيشن ده لازم ثلاثة يعني هتقولي تاني اكتر من كده يعني طبعا قبل ما تيجي الكلاينت عندي مش بطلب منها اي احتياطات لكن بطلب منها بعد الاحتياطات بديها ورقه مطبوعه كده جميله عشان تحفظ انه انت لازم تعملي 1 2 3 4 اول حاجه مفروض ان احنا بينصح نعمل مايكرو بليدنج خلال الشتاء عشان ما يبقاش في بحر ما يبقاش في بول ما يبقاش في تعرض للشمس كتير عرق كتير فالشتاء ده يعني وقت حلو تاني حاجه طبعا مفروض ان احنا لو بشره دهنيه بتختلف عن البشره الجافه ما يبقاش في ما بديهاش الكريم تحط فيه كريم كتير اللي هو السكين كاندي بعد الافتر كير بعد الموضوع بديكي كريم بتحطي منه بتحطي زي بلاستر كده على حواجبك بالليل برضو انا بديهولك من عندي بتستخدميه عشان اول يوم ده اهم يوم بعدها بقى الست ايام اللي بعديها مفروض ان انت ما تستعمليش فاونديشن ميك اب شادو اي حاجه خالص على حواجبك وبعدين بقول لهم ما تعرضوش للشمس مش مهم ميه كتير نغسل وشنا كتير لا يعني ولما نيجي في ناس بتستخدم الفوطه استخدام خاطئ يعني اللي هو دعك بقى فاهمه لا اللي هو طبطبه بسيطه جدا على الحواجب بحيث ان اللون يستمر معاكي اطول وقت ممكن حلو بس يعني طبعا ببقى اديها لها مكتوبه بديها لها مكتوبه انه عشان ما تنسيش جميل بس كده
حلو جدا. طيب في الناس اللي بتيجي مصممه على اللون الاسود، طبعا انت بترفضي ده رفضا باتا. لا ما اقدرش، بصي انا ك من يعني ان انا ابقى تبع حاجه معينه او بفولو بتبع شركه معينه او اكاديمي معينه، ببقى بسلمهم شغلي في الاخر. يعني ليكي رولز يعني. في رولز ما اقدرش اتعداها. حلو ده. يعني كل شغلي المانجرز بتوعي بيبقوا باصين عليه، فما اقدرش ان انا العب فيه، فاهماني؟ فكل ما بعمل حاجه لازم ابعت لهم حلو وحش كذا بدون الفيدباك عليه. فما اقدرش اعمل الاسود ده الا لو في حالات خاصه، يعني في واحده شعرها اسود اسود دي اوكي، دي اقدر اعملها اسود، لكن اي حد تاني يقول اعملي لي اصفر، اعملي لي اسود، اعملي لي كذا، ما اقدرش العب في القصه. برافو عليكي والله. شكرا لك يا ريهام، بجد نورتينا النهارده. شغلك رائع، ستايل جدا، الوانك هاديه ورائعه، ناتشورال جدا، بجد بجد مبسوطه منك جدا ومن شغلك كمان. ربنا يخليكي. شكرا لك. يا رب تكونوا استفدتوا كالعاده من الفقرات بتاعتنا الحلوه والناس المميزه المعتمده اللي زي ريهام. اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله، يا رب الفقرات النهارده تكون عجبتكم. اشوفكم بحلقه جديده على فيونكا وبيبيون، وتابعونا من بكره على السوشيال ميديا، على فيونكا وبيبيون على الفيسبوك، وعلى مروه حسن على الانستجرام. باي باي.